مع الشيخ فتحي صافي. الله يرضى عليكم. الله يرضى عليكم. لأبي حنيفة أن يمد رجله، فلذلك نعم لا تحرم عليه بنتها، وتحرم عليه أم زوجته بمجرد العقد الصحيح عليها، بمجرد ما عقدت على امرأة صارت حماتي أمي للأبد، بمجرد ما عقدت عقد صحيح. بس مو إذا أمك للأبد، أي نعم تسلمي لي يا مرت عمي هاتي بوسك، بوسك حي إن شاء الله، بعد عنها. أي نعم بعد عنها، فكل هالفزلكة هي ما لها طعمة. أي نعم تحرم بس أمر مخيف، وإن لم يدخل بها وزوجة فرعه. ألا أنا أولادي من الزوجين، أول ما عقدت له لأبني عقد على زوجته الكني حرمت عليه للأبد، ما عاد تحل لي بنوم، صارت حكم البنت. بس في ناحية يعني، وإذا حكم البنت بتقوم قدام مني مثلا يعني متبرجة، بتقوم قدام مني يعني هو بيحق لي يشوف منها مثلا إيه نعم من المحارم. بس أخي إن أمين الفتنة، في اليوم أمان للفتنة؟ أنا كنت أخطب الجمعة ببلد الأب سطع على بنته، كان يشتغل بلبنان، أخذ بنته معه بعدين استعملها مثل زوجته، يوم رجعوا على ضيعتهم لسه عبد يحط إيده عليها، فابنه انتبه أوص أبوه قتله. طيب يعني انقتلوا بس انفضحوا، يعني مو شغلة سهلة. ومرة كمان تركت محافظة بكاملها، مو مشان هالأمر هذا، بس لأنه كان الأب وبنته يتحاكموا نعم بالسرايا، وطلعت من المحافظة ولسه ما خلصوا محكمة إنه سطع عليها. لا تقول أنا غير العالم، كلياتنا من تحت الغربال. بعدين بيتخبى ورانا يلي الإنسان نعم السيء بيتخبى ورانا. إذا نحن بنقول والله يا أخي أنا نعم بنتي كنتي مثل بنتي، خلاص مثل بنتي، تعي يا بابا تعي اجي حطها جنبي وبوسها وكذا، إيه إذا أنا مثلا ما عندي نية، اللي عنده نية سيئة بيتخبى ورانا، شو بيقول ها ليكون هني بس كنت أنا كمان. لذلك ما بدنا حدا يتخبى ورا حدا. بعد قال إن أمن الفتنة، كل كلمة إن أمنت الفتنة، إن أمن الفتنة. نبقى بالقديم بالباصات كاي الحرمة عم ترضع، طالع بزة مثل البقرة، بعطيها الولد البز، ايه مرضعة، يبعث لك حما انت ورضاعة، ايه نعم، يعني في شغلة بتحطيها عليها، في هلا مات الولد على ما يرضع، لما عم تعرضي بضاعتك على العالم، لما شو القصة؟ كان القديم الناس يعني يقولوا على البركة، اه والله مو على البركة، جدبة، كان في جدبة، البركة شيء والجدبة شيء، ايه نعم، هلا مثلا بيجوا الناس كانوا يعني يتباركوا فينا، أنا شو عم تتبارك؟ إيه نعم تبارك أخي يعني بصلاة ركعتين تبارك، نعم سيدي بالدعوة. خبز هلا خبز هلا ما عاد في ناس ما تعرف، يعني كان الولد بالقديم يعني يكبر ما يعرف شيء، قبل عرسه يعلموه شلون بده يتجوز، لكن هلا الأولاد الصغار بيعرفوا كل شيء مثل السعادية مثل القرود. الانترنت ما خلى حدا هنا عم يعرف شيء، وعى الناس كلياتها. كان الاولاد لما يلاقوا جنازه يهربوا، هلا لما بننزل الميت على القبر بيردوا بيوقفوا معنا بيتفرجوا عليه شلون عم ينزلوه للميت، لا عاد خافوا من ميت ولا عاد خافوا اي نعم ولا عاد استحوا ولا عاد في شيء. نعم هلا ما تقبل الدعاء هلا صافي ماتت قبل ما يدخل فيها، قبل ما يلمسها تمام عقد، لأنه العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالبنات بالأمهات يحرم البنات، هون ما دخل هو عقد على بس عقد على البنت، عند بنت عقد على البنت ايه في زواج أما لا، لأنه أمها ما عقد على البنت، أمها حرمت عليه. نعم وزوجة فرعه وإن سفل، مو ابني ابن ابني بتى ما عقدت له كنت ابن ابني تحرم علي للأبد. وأصله اي نعم أمي ستي، أبي جوز اي نعم بمجرد ما عقد أبي على امرأة تحرم علي للأبد. اي نعم وإن على
أبي وجدي وأبو جدي. نعم والله أبي الله يرحمه يعني مات وكان خاطره يتجوز ما تجوز. تزبط. فنعم يعني كان نعم قال لي يابا بدي يتجوز وتجوز يابا. أخواتي والله ما رضوا قال مشان ما تجي وحدة تشاركنا جيب ولد يشاركنا ما هو رزقته هو اللي تعب فيها. نحن أخذنا ماله نعم بعد ما مات أخذنا ماله نعم بس هو عايش كان يعني هو حر بماله. وأمي تمت مزعلتني مدري قديش تمت فترة طويلة نعم ما ترضى تحاكيني لأنه ترى بتزوج أنا بنقطك بالعرس. أي والله ما تزوج. فإذا لو تزوج كانت الأمرأة تحرم علينا للأبد ولو لم يدخل بها في النكاح الصحيح يعني النكاح اللي حضروه شهود واستوفى شروطه كاملا. لأنه في أنكحة غير صحيحة في زواج بيبقى مو صحيح. يعني مرة واحد المسؤولين بيقول لي إيه نعم بده يتزوج من سكرتيرته بس ما بده شهود. قال لي والله خير الشاهدين. لا ما في والله خير الشاهدين بدك اثنين شهود. لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. اليوم لا نكاح إلا بولي بولولو إيه نعم بعد فترة كأي سبحان الله بدبوا الصايح. شهود العدل هي عند الإمام الشافعي أخذ فيها عند أبو حنيفة لا بيجي ما يشترط شاهد عدل. إذا بدنا شهود عدل ما حدا بيتجوز اليوم ما في. منين بدك تجيب العدول؟ ما في عدول انك تجيب لانه العداله اذا سقطت ما بترجع. العداله اذا بتسقط ما بترجع. نعم نعم. يحرم على الرجل يتزوج اصل مزنيته وفرعها. يعني انسان اي نعم يا لطيف زنى بامراه ما عاد يتزوج لا امه ولا بنته حرموا عليه. نعم. وتحرم المزني بها على اصوله وفروعه. المرأة يا لطيف اللي زنى فيها تحرم على أبوه وجده وعلى أولاده هنا ولا تحرم عليهم أصولها وفروعها. يعني على فرض هي الرجل هي الامرأة يا لطيف أنه زنوا ببعضهم هلأ هدول الكبار بياخذوا بعضهم والأولاد بياخذوا بعضهم بس اثنين هدول لا هو بياخذ أمها ولا بنتها ولا هي بتاخذ لا أبوه ولا ابنه. تمام شبك صفنا مو أنت اللي وراء اللي وراء له. تمام؟ إيه. لا تقل لي كم كتابا قرأت قل لي كم سطرا فهمت. إيه نعم. مرة هالكتاب عم أدرسه لطالب بمعهد فتح الإسلامي. إيه نعم يعني أخوه شيخي فعم درسه يا مريت على كلمة شيخي ما عرف يشرح لي إياها شرحها شرح ما كنت أفهم ما سكرت معي. إيه نعم. وألفت الكتاب وكو ما شرحت معي آه بعرف هيك سطلت فرد مرة عم اشرح له المسألة قلت له بس هي الكلمة أنا ما فهمتها. قال لي أنا فهمتها منيح فهمني إياها. قال لي لا مشان تمي متفوق عليه. بقى كانوا بعد فتح يخافوا منه لما يفوت على الدرس وقارئ الكتاب عندي يناقش المشايخ يلبكون. إذا بتقرأ أنت الكتاب عند المؤلف معناتها أنت ما حدا قدك يلي ألف الكتاب أنت عم تقرأ معه شو بدك أقوى من هيك. قلت له ما بدك اشرح لي اياها. قال لي لا. قلت له ضب الكتاب قال لي لا يا شيخ. قلت له ابدا ما بستاهل. هذا العلم الله سبحانه وتعالى حطه بصدرنا اكرام لنا كرمنا فيه مو مشان نتبغدد فيه. لا منقول علمنا ولا منقول درس العلم اللي بصدرنا ولا منقول شيء. قول يا رب نحن فقراء لك. اي نعم نعم. شو جابنا لو نحن عم نقرا عن النساء لك شو جابنا الامام احمد. آه نعم 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 قلعته. قال له لأخوه قال لي أخي شيخك. قال له لأخوه خلي درسني. قال لي أخوه إن كنت تشوفه أهل درسه مو أهل درسه قلت والله ما يشافه ما درسته وقف. طلاب اللي كنا ندرسها اليوم كلياته العمائم كلياته مدراء مدارس شرعية وكلياته إيه نعم تلاقي أئمة وخطباء وشغلة يعني إيه نعم كنا نحطهم في بيتنا ياكلوا ويشربوا عنا. اي نعم كندر لهم الكندره مشان يلبسوها بس اما ما اتهاون معه نهائيا. كان مسمح لهم يومين بالاسبوع يصلوا الفجر في البيت بس بوقته الفجر مو بعد ما تطلع الشمس بوقته الفجر بس مسمح لهم يومين في الاسبوع ثلاث ايام لا ثلاث ايام على الحلاب تحلق على الصفر ها. يوم بيوم هن الثلاثه اولادي اثنين معهم ما فاقوا على صلاه الفجر في المسجد صلوها في البيت.
تعوا لشوف الطلاب كلهم واولادي اثنين معهم، يلا على الحلاق. فاتوا على الحلاق عم يبكوا، يلا ولك ضلالي انت وياه، يلا صلي الفجر في البيت. ما فاتوا على الحلاق عم يبكوا، حلاق لي خير شيخ شوفي ما عنده، قاعدين ناس عم يستنوا دورهم ختايره. قلت له شوفي ضلاليه، قلت له بالاسبوع يومين صلوا الفجر في البيت ما صلوا في المسجد. قال له اختيار للثاني، قال له لي منيح مو شيخنا هذا. والله كان نتف ريف عيوننا. قال له قالوا له الاولاد، قالوا له يابا حميد الله اللي عندك هيك شيخ فعلا. نعم شوف هلا نعم ما شاء الله، وكان حولهم يعني مدراء مدارس شرعيه صاروا. تفرج عليهم جل جلاله الله، تلاقي علم وتقوى ودين. الله يرضى عليكم.